ليش استعجلتوا يا عدلي يا خانو؟ أبو إبراهيم عم بيقول ليش ما منساوي العرس قبل رمضان؟ وليش قبل رمضان بالذات يعني؟ إيو أنتي تاني بدنا نفرح بالولاد. إن شاء الله بعمل جهدي تخلص الخياطة قبل رمضان. إيو أي بيخلصوا، وينك وين رمضان أنتي التانية؟ إذا بدك أنا بجي بساعدك بالشك والخياطة. الله يخليكي يا أم زكي. وين كاسات جميلة؟ شحن عرف. يا سلام، شو من لك هالقماشة الحلوة؟ حلوة؟ ايه بتمزع العقل. بعت لي اياها ابراهيم عم طعمي، شايفة شو حلوة؟ حلوة كتير، بس يمكن بعد شوي تكبيها بزبالة. وليش بقى؟ ايه مو حاسة على حالك، القماشة حتشربيها شراب قبل ما تشربوا حماتك. يا الله هلا بتتوسخ، تقبريني طلعي حطيها فوق بالأوضة. لك والله ما بقدر، ايدي وسخين. لكان انا بطلع بحطها. سكي. ايه معلوم، خليها نظيفة وبالناقص من كم فشاية زيت عليها. سدي حلقك ست جميلة. تتهنى دلال، شقفت قماشة حلوة. يا ترى بشير لما يخطبني شو رح يقدم لي هدايا؟ لا ايوه، شو يهديني رغيف خبز؟ ايه ما بقبل.